نعم، أنا أعتقد بشكل عام أن الإعلان السياسي والإعلان الدستوري الذي أصدرهم التوافق الوطني الحرية والتغيير التوافق الوطني لن يجد قبولا بين أي من المكونات السياسية. بالعكس، نعم رأينا عندما نشرت لجان المقاومة الإعلان التأسيسي لسلطة الشعب وجد الكثير من التجاوب من قبل كثير من الفعاليات السياسية. لكن حتى الآن منذ الإعلان السياسي الذي تم قبل نحو أسبوع من الآن من قبل الحرية والتغيير التوافق الوطني، حتى الآن لم نجد جسما واحدا دعم هذا الإعلان ووقف معه. لذلك أعتقد أنه يعبر فقط عن الحرية والتغيير التوافق الوطني، ولن ينتشر في مساحة أوسع من هذا تحالف الحرية والتغيير التوافق الوطني. نعم. أيضا لأنه الشعب أيضا ينتظر الإعلان السياسي بالنسبة للحرية والتغيير المركزي، وكذلك الإعلان الدستوري حسب الورشة التي تمت في دار المحامين حول المبادئ العامة للدستور الانتقالي، وكان حول ذلك أعتقد إجماع كبير وحضره أيضا بعض مكونات الحرية والتغيير التوافق الوطني. لذلك أعتقد أن ما صدر حتى الآن من إعلان سياسي وإعلان دستوري من قبل الحرية والتغيير التوافق الوطني ليس مجديا، ولم يقدم أي حلولا لأي مشكلة من مشكلات السودان التي ظل يعاني منها. بالعكس، هو كرس لفكرة يختلف حولها الكثيرين. كل الصراع الذي يتم حتى الآن في السودان هو حول إبعاد الجيش من السيطرة على البلاد، وإبعاد الجيش من العملية السياسية أو من المشاركة المباشرة في حكم البلد.